بقر رجلي خضراء وسميتو بقيت اللي عطاني شي ريال تنخبعو اللي عطاني شي ريال تنخبعو تجمعت باش صوبت لاباري الاولى وانا كل بياس السدري عندي فيه تقريبا 7 ديال الطلوع مهرسين غير السدري دابا فيه 14 الفيس و7 البلايك هذا الرجل مشى لها العصب ديالها بواحد المشقه 9 العمليات باش وقفت على رجلي فاش كيوقفوني هكا كنوقف على صبعي الكبير اما انت وليتي انسانه معاقه ما غتوقفي ما غتخرجي ما غتولي تلبسي عزري غتبقاي عايشه في القنت النهار الاخر دابا راه ما لاقيتش بيت فاش يسكن بيت ما عندوش حيت حياته كلها صافي غير كيتقبط يخرج بالشهر ما كيجيبش ينفض الغبره ديال الحبس كيعاود يديوه مرحبا متتبعي موقع اشواق تي في وكنحييكم مره اخرى حلقه اليوم هي موجهه للفئه ديال الرجال الرجال اللي كيطلقوا الزوجات ديالهم اون فوا الزوجات ديالهم كيتعرضوا لحادث سير او مرض فكينساو دوك الايام اللي دازوا بيناتهم فحال عمر شي حاجه كانت بيناتهم فنخليوكم اليوم مع القصه ديال امي فاطمه اللي تخلى عليها الزوج ديالها اون فوا دارت حادثه سير وتقطعت ليها الرجل ديالها فنخليكم مع التفاصيل امي فاطمه مرحبا بك معنا اليوم على اشواق تي في بارك الله فيك نبغيوك تحدي لينا على القصه الكامله فوقاش كتب عليك انه الرجل ديالك تقطع كتبت عليا خويا هذا الاكسيدون هذا الرجل ديالي تقطع في 1999 نهار 24 شهر 4 قول تقريبا انا درت الحادثه ديالي في 24 شهر 4 الحسن الثاني في شهر 7 بس علي اللي مات الله يرحمه مسكين كنت انا الناس في السبيطار ديك الفتره واخا قبل الاكسيدون اللي طرات لك نبغوك تحدثي لينا على الزواج ديالك كيفاش تم فوقاش تلاقيتي بالزوج ديالك كيفاش خطبها كيفاش تزوجتي به الله خير كنت لاقينا غير في الزنقه حنا تلاقينا غير عشوائي جلست مع واحد الفتره معينه حتى الفتره اللي حملت وسميتو عاد دار لي لاك تعاد صوب الحل المدني للدراري وعاد اما في الاول كنا غير عشوائي تلاقينا غير عشوائي فوقاش تلاقيتو اول مره الى سنه اش نقول لك شكون غادي يبقى عاقل على 8 سنه قلت 89 90 فاش تلاقينا اول مره كيفاش هو تعرف عليك كيفاش قنعك كيفاش قنعك انك تحملي معاه وتولدي معاه بلا اوراق بلا والو سمعت تقريبا واحد تقريبا جايه لشي سنه عاد باش عاد باش حملت عاد باش صوبت الوريقات عاد باش درتو العقد درنا العقد ودرنا الوراق للدراري للدري والبنت باش يلا دخلوا للمدرسه فشنو السبب اللي خلاكم انكم تعاشروا بيناتكم وتحملي منه وتولدي معاه بلا اوراق النهار الاول كان تيتعامل معايا واحد المعامله حسنه ولكن الساعه اللي المراه حدا كتولد وتولي الوليدات والمسؤوليه وهادي وهادي ديك المعامله اللي كتكون في الاول ما كتبقاش يعني اللي خلاك انك تغمضي عينيك وتمشي معاه بلا اوراق هو التعامل الزوين المعامله ديالو الزوينه كان تيتعامل معايا في الاول مزيان واخا اون فوا ولدتي معاه درتو العقد كيفاش ولا ولي غريماس ديالو كيفاش ولا غريماس ديالو غادي ينقصو كل مره داخل الحبس نبقى انا خوتو اللي كيبداو يصرفوا عليا خوتو اللي كيبدا يخلصوا الكرا حتى تيخرج عاوتاني هو من الحبس عاود ما تيكملش معانا شهر ولا شهرين عاود دخل الحبس حيت كانت عنده واحد المهنه شريفه بزاف اللي هي بزناز يعني الزوج ديالك كان تاجر مخدرات شنو نوع المخدرات اللي كان كيبيع الحشيش كان تيبيع الحشيش يعني فقط مخدر الشيره يكون غير كان تيبيع بعدا الحشيش وتيدير منه شي حاجه اللي راه غادي النهار الاخر دابا راه ما لاقيتش بيت فاش يسكن بيت ما عندوش حيت حياته كلها صافي غير كيتقبط يخرج بالشهر ما كيجيبش ينفض الغبره ديال الحبس كيعاود يديوه كان كيتعدى عليه كان كيضربك كان كياخذ لك رزقك كان لا قديس رزقي ما تياخذوا لياش ولكن فاش درت الاكسيدون اللي طمع ليا في رزقي
هو اللي قال لك غتعطيني الوكاله تكتبي عليا لاكسيدون ديالك كامله انا اللي نتكلف، اما انت وليتي انسانه معاقه ما غتوقفي ما غتخرجي ما غتولي تلبسي عزري غتبقاي عايشه في القنت. شحال من سنه وانت مزوجه به؟ خويا تزوج به تقريبا شي 11 12 سنه ديال العشره، والاغلبيه في هاد 11 ولا 12 كيدخل فيها الحبس. كنتي كتبغيه بكل صراحه؟ هو ضروري الا كاين شي واحد تتعاشر وما كتكونش كتبغيه، ولكن نهار اللي كيتسالى الحب ما كيبقى لا لا, لا حب ولا عشره ولا حتى شي حاجه. وهو كان كيبغيك في الاول؟ هو في الاول في الاخر ولا غير طمع جواج طمع. يعني شحال دازو ديال السنوات باش بديتي كتكتشفي هادشي اللي فيه؟ بحالاش يعني شحال دازت من سنه باش قلب وجهه؟ فاش درت لاكسيدون، الساعه اللي درت لاكسيدون قبل ما ندير لاكسيدون تقريبا بعامين ولا كيقول لي التجهي لعائلتك شوفي شكون اللي لاباس عليه فيهم، انا يلا ما شايفينيش منين خلاقيت، وتيقول لك لا سيري تسلفي منهم وقول لهم يصوفيوك كلهم يقلبوا لك على الكراهنه. لا ما يمكن ليش، انا اول مره السلام عليكم. عليكم السلام خالي عافاك عطيني فلوس. راجلي ما عندوش ما يمكنش. يعني نبغيو نفهموا ان هادر شي لاكسيدون ما بقيتيش كتباني ليه زوينه، ديك الوريضه اللي كانت حمامره دبالت. كيجريو غير على كيفاش غادي يديروا باش يسنيوني انا الوكاله يتكلفوا هما بكل شيء. مني ما بغيتش صافي بداو كيوقعوا المشاكل. اخر المطاف سني لي على الوكاله باش غادي ناخذ انا الفلوس غادي ندير بلا ولات احلام غادي نولي نتزوج مره اخرى وغنولد ولاد اخرين، اما انت راك ما غاديش تولي توقفي ما غاديش تولي تخرجي، دونك انت راه غادي تبقى غير جالسه فوق السداري شاده القنت تيمدوا لك شريبات يمدوا لك طريف ديال الخبز سد عينك غمضها ما كاين والو ما كتشوف والو ما كتسمع والو بحال شي انسان صافي كبير هرب عليه التران في خطره كاع ما كينوض ما تيهضر ما تيتكلم ما والو، بغى يردني صم بكم لا يتكلمون. وهذه ما عمرها تمكن. وهذا المبلغ المالي ديال التعويض ديالك على هذا الاكسيدون شحال كان مقدر اللي هو طمع فيه؟ 12 مليون. يعني 12 مليون كافيه انها تطمعوا؟ مشات لي فيها 12 مليون هذه راه لا علاقه بيا انا، راه ما خصهمش يخرجوا لي 12 مليون ودايرين لي 64% ديال 60%. بغيت نعرف انا 60% اللي عاطيني وانا كل بياس السدري عندي فيه تقريبا 7 ديال الضلوع مهرسين، غير السدري دابا فيه 14 الفيس و7 د البلايك. هذا الرجل مشى لها العصب ديالها بواحد المشقه 9 د العمليات باش وقفت على رجلي، فاش كيوقفوني هكا كنوقف على صبعي الكبير. الساعه اللي وليت باقا رجلي خضراء وسميتو بقيت اللي عطاني شي ريال تنخبعو اللي عطاني شي ريال تنخبعو تجمعت باش صوبت لاباري الاولى وليت تنتحرك واحد شويه. اول مره غادي نتحرك فاش درت طبيله في الشارع صغيوره كريسي طبيله صغيوره مدوره بيا الدراري الصغار تياكلوا بطاطا والباربا. الحمد لله فلالة فاطمة اليوم جينا عندك ولقيناك الحمد لله دايرة هاد المشيريع اللي على قد الحال. فرغم الإعاقة ديالك إلا أنك مازال متشبتة وقوية ومرأة حديدية، فنبغوك تحدثي لنا على هاد المشيريع كيفاش كافحتيه ودرتيه وكيفاش كتربحي منه رزيق كيفاش كتاكلي منه خبيز. خويا درته النهار الأول كنت غير في الشارع تقريبا لمدة شي 5 سنين ولا 6 سنين وأنا غير في الشارع، شتا فوقي عجاج فوق مني الشمس فوق مني لقيتها هادي هي وغنوريك البليصه فين كنت كنحطها هي غير حدايا هنايا. من العشيه للعشيه كنطيب ديك البريمه ديال البطاطا ديك السطيل ديال الباربا كنهبط تنبقى كناكل طريف ديال الخبز غير مع الدراري الصغار ومع ولاد المدرسه. المهم اليوم على غدا النهار كتحيد 1000 ريال نهار تحيد 1200 نهار تحيد 600 نهار 800 باش تجمع. النهار اللي جمعت واحد شويه قلبت على حانوت الحمد لله، حيت عييت بداك الطياب ديال الزنقه ما كنلقاش انا ساكنه في السانكيام باش غادي تهبط السلعه ديالك من السانكيام حتى لسميتو ورجل وحده وما كنقدر نزل لا تقلى والو. خصك العوين. يمكن العوين ما كاينش، يد وحده راه ما كتصفقش ولكن راه كتصرفق. وبقيت شويه بشويه حتى وقفت على رجلاتي وليت تنقدر نتمشى. النهار الاول كنت نعاود كنعاون شويه بالبيكيات، دابا حاليا ولفت نتمشى بها بلا بيكي بلا والو واخا كضرني في الصيف كنعاني بها. هاي رمزه غنعريها لك وغادي تشوفها، حيت عندي الغراز اصلا محلولين عندي جوج عمليات باش يتخيطوا لي الغراز من الداخل ومن برا. ما مابقيتش قاده نمشي للسبيطار عاد نولي نعس ما كاينش اللي يقابلك ما كاينش اللي يجيب لك حتى شغمه ديال الماء.
رغم هذه المعاناة تسلفتي وتكلفتي وكافحتي وصيبتي هذا المشاريع ديالك اللي على قد الحال. المشاريع وليت كن هكا بياسه بياسه شويه بشويه 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 حتى كونت هذا الشيء اللي كتشوف قدامك. الحمد لله. شنو نوع الاطعمه اللي كتقدمي؟ كسكروطات خفاف. عباره على شنو؟ عباره على روز لي بات الخس معقوده باربا مطيشه طون بصيله بطاطا. وبالنسبه للقريه كتحرك الاغلبيه غير في البرد. دابا حاليا الصيف قليل اللي كيبغي هكا داكشي ديال المشاوي والفريت. وبالنسبه للربح كيف داير؟ الارباح دابا حاليا زيرو. ناعسه وناعسه مزيان. قلت لك فلوس السلعه ما كنخرجوهاش. فلوس السلعه ما كنخرجهاش. داكشي اللي كنجيب به السلعه فاش كنجي نضرب الحساب كنلقى راسي فلوس السلعه جايبها بالثمن وانا مدخله ثمن لا علاقه بالثمن اللي راك خسرتي انت. فاش عاد جيت عندك قلتي لي سولتك يعني فاش يلا جيت عندك سولتك على الحركه كيف دايره قلتي لي يلا بعد 8 ديال الخبيزات وغير كاريه. 8 ديال الخبيزات كتقي العيون النهار كامل 8 والكره. شحال الكلفه ديال الكره؟ الكره خويا راه باقي دابا كيسال واحد شهرين ولا 3 شهور باقي ما مشاد فيها التاري من قبل العيد الكبير ما مخلصش. فانت يا امي فاطمه بما انك الى حدود الان مازال مراه قويه حديديه كتكافحي فشنو المساعده اللي تطلبيها من المحسنين يعاونوك بها باش تطوري هذا المشروع ديالك وتزيدي للقدام؟ مراتش انا شي محل في شي قنت ولا في شي حي شعبي من غير هنا. هنا ما بقى ما يدار. هنا كلشي ولا كيشكي اصلا. هنا ولا كلشي كيشكي ما كاين حتى شي حاجه. بغيت انا شي محل في شي حي يكون محرك واخا يكون حتى حي شعبي ما عنديش فيه مشكل حيت حي شعبي هو اللي كتاكل فيه طريف ديال الخبز حيت الاغلبيه حنا دايرين داكشي ديال الدراوج ديال صحاب حي شعبي ما دايرينش داكشي ديال القهاوي ديال صحاب هاي كلاس. هنا راه كيعطيك 100 ريال وما كرهش يزيد ينقص لك منها. اذا هذا هو المتطلب ديالك الاخير من الناس المحسنين. مراتش اخويا انا غير شي محل اللي بغى يساعدني يساعدني غير في شي محل في شي قنت شي بلايص اللي ناكل فيها طريف ديال الخبز. اما من ناحيه الدمير كندمر راسي ولفت نخدم راسي ان شاء الله. كنتمنوا من الله سبحانه وتعالى يسخر لك المحسنين اللي يساعدوك تطوري المشروع ديالك وتزيدي به القدام ان شاء الله. متتبعينا الكرام كنتوا مع قصه امي فاطمه اللي تخلى عليها الزوج ديالها نهار دارت واحد الاكسيدون وتقطعت ليها رجلها. فكنتمنوا من القلوب الرحيمه انها تعاطف مع امي فاطمه وتساندها ولو بالقليل في انها تزيد القدام بالمشروع ديالها. متتبعينا الكرام كنتوا مع فهد راجيل من مدينه سلا والى حلقه اخرى ان شاء الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.